مشاهدينا الكرام، السلام عليكم، اهلا بكم في هذا العرض المسائي. السودان هذا المساء نبدا بالعناوين. انباء عن احراز تقدم في مفاوضات السلام بجوبا، ومسار الوسط يسلم رؤيته للوساطه خلال الساعات القادمه. المؤتمر الشعبي يعلن عدم مشاركتهم كحزب في مسيره بعد غد السبت. الملتقى التشاوري لنساء دارفور يوصي بتفكيك الميليشيات المسلحة وإعادة بناء الجيش والأمن. أهلا بكم. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي رئيس وفد الحكومة في المفاوضات مع الجبهة الثورية إحراز تقدم كبير خلال التفاوض مع الحركة الشعبية شمال جناح الحلو في ملف المنطقتين، مبشرا بالوصول إلى اتفاق حوله في القريب العاجل. وعقد وفد الحكومة والحركة الشعبية شمال جناح الحلو جلسة مفاوضات بفندق بالم أفريكا بحضور وفد الوساطة من دولة الجنوب برئاسة تود جولواك مستشار رئيس دولة الجنوب للشؤون الأمنية. وأوضح التعايشي في تصريح صحفي أن وفد الحركة الشعبية قدم مقترحا لاتفاق إطاري سيتم التفاوض المباشر حوله صباح غد الجمعة بعد ترجمة بعض الموضوعات الواردة فيه، ولفت إلى أن المفاوضات تسودها روح وصفها بالعظيمة والاستعداد الكبير من كل الأطراف للوصول إلى سلام حقيقي يعالج مشكلة الحرب بالبلاد. وأوضح التعايشي أن الإرادة السياسية والدعم الفني الكبير الذي تقدمه الوساطة والأمم المتحدة واليوناميت سيسهم بصورة كبيرة في إنجاح التفاوض والوصول إلى الاتفاق المنشود، ولفت إلى أن التفاوض يهدف للوصول إلى اتفاق حول طبيعة الدولة التي تحقق شعار حرية سلام وعدالة أيا كان اسمها. وأشار إلى أن هنالك اتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية الشمال في هذا الشأن، مشددا على أهمية مشاركة كافة الحركات الأخرى باعتبارها تمثل جزءا مهما من عملية السلام بالبلاد. القاعات بالأمل للوصول إلى سلام فعلي يعالج المشكلة بتاعت الحرب في السودان. ممكن تلاحظوا ده في كل النقاشات. احنا جزء من العملية بتاعت السلام دي لفترة طويلة. أنا لم أشاهد هنالك استعداد من كل الأطراف للنقاش ولتقديم الحلول العملية والموضوعية للقضايا اللي نعتقد أنها كانت تاريخيا محل نقاش صعب. عقد وفد الحكومة وحركات الكفاح المسلح مساء اليوم بفندق بالم أفريكا الجلسة الأولى للتفاوض المباشر حول المسار الأوسط الذي يضم ولايات النيل الأبيض سنار الجزيرة والخرطوم، وذلك بحضور رئيس الوساطة تود جولواك. وأوضح توم هجو ممثل مسار الوسط في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المسار سيقدم خلال 48 ساعة رؤية مفصلة للحكومة حول قضايا الوسط ستكون شاملة لمعالجة القضايا الأساسية لوسط السودان. وبنى هجو أن الرؤية تشمل محاور التنمية، الخدمات، الإيرادات، القطاع الزراعي، فضلا عن قضايا الحرب والنزوح. ولفت هجو إلى أن المسار سيقدم عددا من المطالب على رأسها إنشاء صندوق إعمار للوسط، مراجعة قوانين الأراضي، إسقاط الديون عن المزارعين، إرجاع ممتلكات مشروع الجزيرة. اليوم افتتحنا مسار الوسط، وانا بفتكر افتتاح هذا المسار وفي جوبا عاصمة السودان الثانية بأكد التغيير الذي حدث، لانه الان لاول مرة تخاطب قضايا المواطن وتخاطب قضايا كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان. لانه يا اخواننا كما تعلمون قضايا السودان هي منذ الاستغلال تم تجاهل قضايا المواطنين إلى أن اندلعت الحرب في الجنوب، وكانت قضايا بسيطة جدا وأدت إلى انفصال الجنوب. اشتغل السودان بالحروب في الجنوب إلى أن قضايا بسيطة جدا تطورت في دارفور إلى أن انفجرت الحرب في دارفور. دفعت الجبهة الثورية بشكوى رسمية للوساطة حوت الخرق غير المبرر لاتفاق وقف العدائيات المشترك الموقع بين الحكومة الانتقالية في أكتوبر الماضي، وطالب الجبهة بالتحقيق الفوري بالأحداث التي شهدتها منطقة تبرة محلية طويلة
والذي تزامن مع بدء المفاوضات، وأعلنت في الوقت ذاته عزمها لإشراك ممثلين لكل اللاجئين والنازحين عبر التنظيمات المكونة للجبهة الثورية، ورفضها التام لأي محاولة للتلاعب بالملف أو الاستثمار فيه. وقال الناطق الرسمي للجبهة الثورية في تصريح صحفي اليوم الخميس إن قضايا النازحين واللاجئين في صدر أجندة التفاوض، مطالبا بوقف التعيينات في الوظائف القيادية في الخدمة المدنية، داعيا رئيس الوزراء وحكومته وقف ومراجعة ما تم فيه. وصل إلى مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي للانضمام للوفد الحكومي لمفاوضات السلام مع حركات الكفاح المسلح. ويرافق كباشي رئيس هيئة الشؤون الإدارية والتخطيط بالشرطة الفريق شرطة عماد خلف الله محمد خير. واستقبل كباشي بمطار جوبا تود جولواك مستشار رئيس دولة الجنوب للشؤون الأمنية، رئيس وفد الوساطة بدولة الجنوب، والسفير عادل إبراهيم سفير السودان بجوبا، وعدد من المسؤولين بحكومة دولة الجنوب. قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي إن اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية والاحتفال بيوبيله الذهبي التي استضافتها الخرطوم تعتبر أول مناسبة إقليمية ودولية تستضيفها البلاد بعد ثورة ديسمبر المجيدة. وأضاف خلال مخاطبته الجلسة الختامية لاجتماعات الاتحاد والتي حضرها أعضاء المجلس السيادي الانتقالي وقيادات الاتحاد وأعضاء سلك الدبلوماسي وقيادات الأحزاب، أضاف أن ذلك يدل على تعافي بلادنا ويؤكد أنها آمنة ومطمئنة ومستقرة. وأشار إلى أن السودان يعيش عهدا جديدا من الحرية والسلام والعدالة، وبيّن أن ثورة ديسمبر تسطر نموذجا حضاريا يحكي تلاحم الشعب مع القوات المسلحة في تجربة فريدة ورائدة حقنت الدماء ووحدت البلاد. الإخوة الكرام، إن مسيرة الثورة السودانية قد قطعت صوتا مقدرا من خلال مواصفات الحكم الانتقالي في تعزيز دعائم دولة الحرية والقانون وإنجاز أهداف الفترة الانتقالية، وفي مقدمتها تهيئة البلاد للتحول الديمقراطي المستدام. الإخوة الكرام، أعضاء المؤتمر بمثل منطلقة مسيرة اتحادهم الميمون من الخرطوم في فبراير من العام 69، فإن السودان سيظل شريكاً وفياً وفاعلاً وداعماً لمسيرتكم المهنية بما يلبي طموحات شعوبنا في التقدم والازدهار من خلال تعزيز آليات العمل العربي المشترك. إلى ذلك أشاد فيصل محمد صالح باتحاد إذاعات الدول العربية الأسبو لتفوقه وللخدمات التي ظل يقدمها في كافة الأشكال الإعلامية بجانب توفير فرص التدريب في كل المجالات، وأشار للعلاقة القديمة والممتدة بينه والسودان والدعم الذي ظل يوفره للسودان. وأعرب فيصل لدى مخاطبته الجلسة الختامية لأعمال الجمعية العامة لاتحاد الدول العربية المنعقد بالخرطوم هذه الأيام عن سعادته بمشاركة كل الدول العربية، كما أعرب عن شكره لعرب سات وكل من ساهم في هذه الفعاليات، والبلاد تستشرف عهدا جديدا لتحتل مكانها اللائق بين الأمم. دفع محامي الدفاع عن المعتقلين بالمؤتمر الشعبي بارود صندل بحجج قانونية ضد بعض القوانين التي صدرت مؤخرا، من بينها قانون إعادة منظومة الهيئات والمؤسسات العدلية. وأكد في مؤتمر صحفي أن القانون المعني ينهي استقلال القضاء تماما، إضافة إلى قانون حماية الإجراءات والتدابير الانتقالية، وأكد أنه ينهي كل الحقوق الدستورية وحقوق الإنسان. وقال إن تكوين اللجان المتعلقة بهذا الشأن يشكك في حيادية النائب العام، كما شكك في شرعيته لجهة أنه تم تعيينه من قبل مجلس السيادة وليس من مجلس القضاء. وفيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين بكوبر وعلى رأسهم الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج والشيخ إبراهيم السنوسي،
قال بارود إنهم يتمتعون بكل حقوقهم، وأضاف أن المؤتمر الشعبي قدم طعنا لدى المحكمة الدستورية لجهة أن القانون يؤكد أن الدعوة تسقط بالتقادم بعد مضي 10 أيام من الحدث وهو انقلاب يونيو. وقانون أول يعني يتعارض تماما مع الوثيقة الدستورية سواء المزورة أو الأصلية، وينتهي كل الحقوق والحريات الأساسية الواردة في المواثيق الدولية الموقع عليها من حكومة السودان. ده بديك يعني إشارة واضحة إن الحكومة ماشي في اتجاه وسيادة حكم القانون في اتجاه آخر. أنا أفتكر الذين يدعون إلى تصحيح مسار الثورة لهم الحق كاملا، وإلا الدولة دي مشت في اتجاه خطير جدا من القمع والاضطهاد. إلى ذلك، أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي إدريس سليمان عدم مشاركتهم كحزب في مسيرة بعد غد السبت 14 ديسمبر، لكنه قال إن حزبه يؤكد على حق أي شخص أو كيان في التعبير عن نفسه بالوسائل السلمية والمشروعة. ووصف الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي اعتقال رئيس مجلس شورى الشعب إبراهيم السنوسي بالتعسف وغير القانوني، القصد منه استفزاز واستعداء المؤتمر الشعبي. الآن في فوضى قانونية، في فوضى في كل نظم العدالة، في فوضى في كل شأن يتعلق بالقانون وبالتشريع. والأستاذ بارود قال لكم القوانين التي تشبه قوانين محاكم التفتيش في القرون الوسطى، دي محاكم التفتيش يا أخواننا في القرون الوسطى، وعملت أحزاب أقلية أيديولوجية لا تمثل الشعب السوداني ولا تمثل ثورة الشعب السوداني ولا تمثل أهداف وشعارات الثورة السودانية. أوصى الملتقى التشاوري لنساء دارفور بتفكيك الميليشيات المسلحة وإعادة بناء الجيش والأمن. وتسلمت عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى توصيات الملتقى التشاوري لنساء ولايات دارفور الذي انعقد اليوم بالقصر الجمهوري. وأكد الملتقى أهمية حماية المدنيين والنازحين ووقف انتهاكات حقوق الإنسان. من جانبها، أشادت عائشة بدور المرأة خاصة الدارفورية في تحقيق الأمن والسلام بالبلاد، وأمنت على ما جاء بالملتقى معتبرة أن المذكرة تلخيص لما يدور في مفاوضات السلام بجوبا، داعية المرأة الدارفورية إلى الاعتماد على ذاتها باستغلال الموارد التي يتمتع بها السودان، مشيدة بدور المنظمات العالمية والإقليمية في دعمها للسودان. أزداد فخرا كل يوم بالمرأة السودانية، أزداد فخرا كل يوم إنني أنتمي لهذه الأمة السودانية. الحقيقة ما عندي كلام، ما تشوفوا النوتة دي، أنا ما محضرة كلام، فقد قطعت جائزة دارفور قول كل خطيب. الكلام اللي انتوا قلتوه ده هو كل الكلام الذي يدور الآن في المفاوضات، وهو كل الكلام. وكما قالت صفاء إنه ما في سلام أصلا بلا نساء. وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس مفوضية السلام سليمان الدبلو حرص الدولة على تحقيق السلام الشامل بالبلاد. وامتدح رئيس مفوضية السلام نتائج الملتقى التشاوري لنساء دارفور التي عقدت من أجل بحث قضايا الاستقرار بالبلاد بمشاركة نساء دارفور، وقال إن الورشة خلصت إلى توصيات من شأنها أن تسهم في تعزيز فرص الاستقرار بالبلاد. أقيمت ورشة وبحمد الله كانت في نيالة، وورشة كانت نوعية نوغشت فيها كل تقريبا القضايا، سواء كانت القضايا المناطقية والقضايا القومية، وأفرزت هذه الورشة توصيات سوف تتلى عليكم إن شاء الله في هذا المؤتمر، وسنتيح أيضا فرصة لنساء دارفور في الولايات الخمسة ليتحدثنا عن ما يعنيهم من قضايا. وبإذن تعالى ستكتمل الصورة غدا في اللقاء التفاكري لكافة أهل السودان. نأمل منكم أن تكون هنالك مشاركة إيجابية في هذا اللقاء.
على الرغم من مضي أكثر من 6 أشهر على الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة القضارف بين النوبة والبني عامر، والتي راح ضحيتها عددا من الأفراد وأحدثت تلفا كبيرا في الممتلكات وأفقدت أسر منازلها، فقد شكل تأخير التعويض الرسمي علامة استفهام بين المتضررين، الأمر الذي دفع بمنظمات المجتمع للعب هذا الدور. فقد شهدت منظمة أراها عددا من المنازل للأسر المتضررة جبرا للضرر ومساهمة منها في رتق النسيج الاجتماعي، معوضة بذلك غياب الدور الحكومي. الأحداث الإثنية الدامية التي شهدتها القضارف منتصف مايو الماضي خلفت أضرارا اجتماعية ومادية، ليس أقلها فقد المأوى لعدد من الأسر. مبادرة مجتمعية عوضت التثاقل الرسمي في تعويض المتضررين من خلال بناء عدد من المنازل وبالمواد الثابتة. في الأحداث تم إراك منزل كامل كله بساكن نسكن فيها يمكن قريب 5 أسرة، يعني والحمد لله يعني بنت لنا المنظمة بنت لنا أوضة واحد، يعني الأوضة الواحد ده يمكن نخوتها كاحتياطي ساكن. برضو نشكرهم الشكر الجزيل. أشكر المنظمة وربنا يجعل في ميدان حسناتهم إن شاء الله، يعني أكرمونا ب 22 أوضة. نحن نناشد يا باقي المنظمات الخيرية والحكومة يعني بتعويض، يعني التعويض ذاته حس تأخر منا. نحن الواحد يعني فقد عمله وفقد يعني ممتلكاته. مبادرة منظمة أراها شملت البعدين الاجتماعي والمادي، فمن المتوقع أن تسهم في إعادة رتق النسيج الاجتماعي بين هذه المكونات المتجاورة. تم تعويض الأطراف كلها المتضررة لبناء غرف من المواد الثابتة، والحمد لله الآن نحن عملنا خطوة أولى نحو التعايش السلمي والاستقرار، لأنه جبر الضرر في تقديرنا هو يعني عامل أساسي في نبذ التعصب. بذلت جهود مقدرة في إيواء المتأثرين جراء هذه الأحداث ولم تفرق يعني بين الجانبين، بل جاءت وتقدمت بهذا المشروع الكبير الذي وجد رضا كبيرا من قبل المواطنين بين الجانبين. ويحسب لهذه المنظمة أنها قامت ببناء غرف إيواء من مواد ثابتة. توفير المأوى يعتبر هدفا أول في سلم الاحتياجات الإنسانية، وهو ما استندت المنظمة عليه في إنفاذ مشروعها الكبير. مشروع الإيواء بولاية القضارف في إطار تمتين أواصر الأخوة بين أفراد المجتمع وتقوية الروابط المجتمعية وإشاعة السلام بين الناس، ومثمنا عاليا وغاليا أدوار كل الجهات التي وقفت خلف هذا المشروع وفي مقدمتها منظمة UMR الأمريكية. بعد مرور أكثر من 7 أشهر على هذه الأزمة وتقازم الدور الحكومي، ها هي منظمات المجتمع المدني تقوم بدور الإيواء لعدد من الأسر المتضررة. محمد الفاتح، الشروق، ولاية القضارف. أهلا بكم. أصدرت جامعة زالنجي قرارا بتجميد الدراسة لعام دراسي آخر وإنذار لأكثر من 150 طالب وطالبة بكلية الطب جامعة زالنجي على خلفية تنظيمهم وقفات احتجاجية قدموا خلالها عدة مطالب لإدارة الجامعة بتحسين البيئة الدراسية وتأهيل المعامل والمشرحة بالكلية والتي تعاني من ضعف البنيات التحتية، فيما قال عدد من الطلاب إن المطالب التي رفعت أكثر من مرة منذ عهد النظام السابق لم تجد الحلول الناجعة، وصفين القرار بغير المنصف ومطالبين وزارة التعليم العالي بتدخل لإنهاء أزمة كلية الطب جامعة زالنجي التي لم يتبقى فيها أكثر من 30 طالب بعد تجميد معظم الطلاب الذين رفضوا الدراسة في بيئة غير مهيئة على حد قولهم. من قرارنا كده يعني قرار مدير الجامعة بأنه نحن كيزان وأنه دولة عميقة وكده، أنا بناشد أي جهة أي سلطة
من هنا رئيس الوزراء، من هنا للسيد الوزيرة، لوالي الولاية، هل نحن إذا كان في ما يثبت بأنه نحن متورطين في جهة أعمالنا أن نحن جاهزين لأي حاجة حتى لو كان الشنك. تأمر بأن نحن ثورة، خلينا حقنا وحددونا عديد خشير المحاضرة. أيضا المرة دي جينا بنفس الأسلوب، كتبنا حاجات وقدمناها بكل احترام وكل سلمية، وأننا الشهداء اللي ترحموا ديل دمهم داغال علينا وهم أطلقوا علينا كلمة سلمية، وأنا حقيقة يعني. أعلن عضو مجلس السيادة صديق تاور تخصيص أكثر من 50% من ميزانية العام المقبل للصحة والتعليم. وتفقد عضو مجلس السيادة صديق تاور الأوضاع بمستشفى أم درمان للإصابات والطوارئ. وافتتح تاور خلال زيارة تفقدية قسم العناية المكثفة والذي يحتوي على 11 جهاز تنفس صناعي للمرضى وغرفة غسيل الكلى تقدم خدماتها مجانا للمرضى. وأشار إلى أنه اطلع على أوضاع المستشفى قبل شهرين، وإن ما وجده اليوم يمثل تطورا وتغييرا كبيرا على مختلف الأصعدة. وبان أن 40% من مرضى ولاية الخرطوم يتلقون العلاج بمستشفى أم درمان. وأشاد عضو مجلس السيادة بمساهمة منظمة أطباء بلا حدود في إعادة تأهيل الخدمات الصحية في المستشفى. هذا تحول مذهل، التغيير الكبير اللي حصل في المستشفى على مختلف الأصعدة، من حيث الأجهزة، من حيث المعدات الجديدة، من حيث صيانة العنابر، المغسلة، التنظيم الإداري نفسه للمستشفى، الاستعداد والقدرة على خدمة المرضى بشكل متقدم جدا. أكد والي ولاية النيل الأبيض لواء الركن حيدر علي الطريفي المكلف التزام حكومته بتوفير الحماية المستدامة للمرأة والطفل والحد من ظاهرة العنف النوعي. جاء ذلك لدى مخاطبته بكوستي ختام فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بالولاية. وأشادت سارة لافينا مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية بنضال المرأة السودانية ودورها الرائد في نجاح التغيير بالبلاد. وتعهدت لافينا بمراجعة اللوائح والقوانين التي تساعد الجهات العدلية للقيام بدورها كاملا لحماية المرأة والطفل. وقالت إن توصيات الحملة مهمة لتغيير العادات والتقاليد لتطبيق قانون الحماية. وافتكر دي واحدة من الحاجات المهمة المفروض تتعامل سنويا، لأنه إحنا محتاجين نعمل تثقيف صحي بالنسبة للمرأة، وفي نفس الوقت عندنا عادات وتقاليد لسه في المجتمع مفروض تتغير. دايما برضو عندنا مشكلة إنه المرأة تفتكر روحها إنه هي ضعيفة، ونفتكر الحاجة المفهوم دي برضو مفروض يصحح لقدام، وبرضو نعلمها الحتات اللي هي ممكن تاخد حقها. برضو عندنا مجتمعات لسه بتفتكر إنه والله الضرب في الأسرة دي حاجة طبيعية، فإحنا برضو عايزين نصحح المفهوم ده، لأنه عايزين المرأة تعيش حياة كريمة إن شاء الله. قدم ديوان الزكاة بشمال كردفان مشروعات منتجة ل 22 ألف أسرة بمحلية جبرة الشيخ، التي تعد من أكثر المحليات حوجة للمشروعات التي تنهض باقتصاديات الأسرة. واستهدف مشروع فيض الزكاة الذي ينفذ في كل المحليات الرعاة والمزارعين والناشطين في مجال الصناعات الصغيرة والتجارة بكلفة بلغت 100 مليون جنيه. وأشاد والي شمال كردفان المكلف لدى تدشينه البرنامج بجهود الديوان في تقليل حدة الفقر والنهوض بالأسر اقتصاديا وتحسين دخلها. لأنها من المحليات التي تأخرت فيها التدخلات لإحداث تنمية وبسط الخدمات، اختيرت محلية جبرة الشيخ بشمال كردفان لتنفيذ برنامج فيض الزكاة الذي اشتمل على مشروعات تهدف لتحسين دخل الأسر بكلفة بلغت 100 مليون جنيه ولفائدة نحو 22 ألف أسرة. وهو فيض يشمل كل المحليات قياسا على مستوى تحصيلها وتعداد سكانها. عدد المشروعات التي تملك من اليوم وخلال الأيام القريبة الجاية جاوزت 1419 مشروع. نتمنى لكل هذه الفئات التي تملكت ما فيهم الزواج الجماعي اللي شمل أكثر من 175 زيجة، وبالتالي هنالك مجموعات كبيرة تستفيد، لكن توصيتنا لهم أنه يراعوا هذه المشروعات ويحافظوا عليها، ونقول أنه الذين يدفعون الزكاة أنه أموالهم في أيدي أمينة
ستصرف وفقا للشرع في مناطق مختلفة في كل محليات الولاية بالنسبة لتعداد السكان وبالنسبة إيرادات المحلية. ديوان الزكاة رعى في اختيار المشروعات الحوجة الحقيقية وملائمتها لبيئة المنطقة كالأنعام ووسائل النقل والتجارة والصناعات الصغيرة ودعم أنشطة المرأة والشباب والخلاوة وغيرها. التنوع هذا يأتي من أننا نهتم بالوسيلة للشخص في مكانه المناسب، يستطيع أن تكون مواكبة للبيئة، يستطيع أن يدرسها أو يديرها ويستطيع أن ينتج فيها. فنحن نقول أن هذا اليوم وهذا النموذج في شمال كردفان وفي محلية جبرة من النماذج النادرة جدا يحصل في محلية مثل هذا. حكومة الولاية عززت جهود الديوان في خدمة قضايا المجتمع بإصدار قرارات قضت بحل وتفعيل مجالس الزكاة واللجان القاعدية وإعادة تكوينها لتطلع بأدوار أكثر فاعلية للوصول للمستحقين الحقيقيين في كل أنحاء الولاية. من هنا من محلية جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان انطلقت هذه الفعاليات بتسليم المشاريع للمنتفعين أو للمستفيدين لتكون داعما للاستقرار المجتمعي ودافعا لزيادة الإنتاج في الولاية. وإن شاء الله بإذن الله تعالى وحسب وعدنا معهم وتواعدنا معهم أن يكونوا هم العام المقبل من المكلفين بالزكاة وبدفع الزكاة. تطورت المشروعات والوسائل التي ظل يقدمها الديوان وأسهمت في خروج الكثير من الأسر من دائرة الفقر والحوجة إلى فضاء الإنتاج التجاري والاكتفاء. عبد اللطيف عبد الله، الشروق، شمال كردفان، محلية جبرة الشيخ. أكد والي ولاية كسلا المكلف محمود همد على أهمية التدريب في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم. وأشار همد خلال مخاطبته الدورة التدريبية التي نظمتها إدارة التدريب الموحد بالولاية والتي استهدفت بها مهندسي المساحة والطرق بوزارة البنى التحتية، أشار إلى ضرورة تكثيف الجرعات التدريبية لمنسوبي الوزارة لتحقيق الجودة في شتى مجالات عملهم وتخصصاتهم. وبنى والي كسلا المكلف أن تحقيق الجودة يسهم بشكل فاعل في الوصول إلى النتائج في أسرع وقت ممكن. وقال همد أن نجاح المؤسسات وإداراتها يقاس بمدى اهتمامها بالتدريب وتوفير فرص للعاملين. بالتدريب دائما يا جماعة كل الشغل بيكون مجود، مش في مجال البنى التحتية فقط، في كل المجالات، في الإدارة، في الشؤون المالية، في خلافه. التدريب الجيد يفضي لنتيجة جيدة، ده عندنا هنا في الإدارة السلم نحن زي ما بنسميها. ونحن برضو التدريب يوفر دماء المعركة عندنا في القوات المسلحة وفي المؤسسات العسكرية، ولعل التدريب يكون هو الأساس في كل الحياة دي. اندلع ظهر اليوم الخميس حريق جزئي بقسم الصيانة بالورشة المركزية لصيانة المركبات بجهاز المخابرات العامة بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، وذلك إثر احتكاك أثناء صيانة أحد المواتر نجم عنه شرارة أدت لاشتعال النار في عدد من المواتر الموجودة بالورشة بغرض الصيانة، وقد امتد الحريق ليشمل مخزنا للإسبيرات. هذا وقد تمكنت وحدة الدفاع المدني من السيطرة على الحريق بكل احترافية وسرعة استجابة، مما ساهم في عدم تمدده في بقية أجزاء الورشة والمباني المجاورة ودون أن تكون هنالك خسائر في الأرواح أو الإصابات. هذا وقد تفقد السيد المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أبو بكر دنبلاب الورشة المركزية واطمأن على سلامة العاملين فيها. تواصلوا معكم في السودان هذا المساء وفيه عقب الفاصل. وزير الطاقة يرحب بعودة شركة شلمبرغير للاستثمار في قطاع النفط بالسودان.
أهلا بكم من جديد. مباشرة إلى أخبار المال والأعمال، أبدأ وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم ترحيبه بعودة شركة شلمبرغير إلى الاستثمار في قطاع النفط السوداني، معلنا الاستعداد لتهيئة بيئة الاستثمار حتى تكون جاذبة لكافة الشركات. جاء ذلك خلال لقائه بوفد شركة شلمبرغير برئاسة كريم بدوي المدير التنفيذي بالشرق الأوسط، وقال إن عودة الشركة إلى العمل في قطاع النفط والغاز وأيضا دعا شركات البترول العالمية إلى العودة والاستثمار في قطاع النفط والغاز. واستعرض الوزير فرص الاستثمار في مربعات البحر الأحمر ومربعات وسط السودان بجانب الاستثمار في خدمات الحقول المنتجة من أجل زيادة الإنتاج عبر التقنيات الحديثة. سجلت أسعار والعملات الأجنبية انخفاضا أمام الجنيه السوداني في تداولات الأسواق الموازية اليوم الخميس، ووصف متعاملون في الأسواق الموازية الوضع بأسواق العملات مربك لعدم وضوح الرؤية الاقتصادية بالبلاد. وسجلت أسعار شراء الدولار اليوم الخميس انخفاضا بلغ 85 جنيه، فيما سجل سعر البيع 84 جنيه، وتوقعت أوساط تجارية أن يصل سعر الدرهم إلى 23.50 مسجلا انخفاضا بعدما كان أحرز 25.50 الأربعاء. تفقد والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد عددا من المشاريع الزراعية بمحلية المتمة، وأعلن الوالي تخصيص ميزانية من موارد الولاية هذا العام لصالح تأهيل المشاريع الزراعية لتلحق بالموسم الزراعي الشتوي. واستعرض والي نهر النيل الرؤية التي تمضي بها حكومة الولاية نحو ربط الزراعة بالصناعات التحويلية الغذائية للاستفادة من إمكانات وموارد الولاية، وقدم الوالي الدعم السخي لهذه المشروعات خاصة فيما يتعلق بتأهيل منظومة وبنيات الري وتطهير القنوات، ودعا المزارعين لمضاعفة الجهد لزيادة الرقعة الزراعية. رياضيا، تدرس إدارة نادي الهلال العاصمي التعاقد مع مدافعين ومهاجم في الانتدابات الشتوية المرتقبة بعد تقرير الجهاز الفني، ويترقب وصولهم خلال الأيام المقبلة بعد إرسال الفيزا. ورشح اسم المدافع النيجيري زهر الدين بيلو، وتأتي تحركات الهلال من أجل تدعيم صفوف الفريق لخوض مباريات دوري أبطال إفريقيا في مرحلة المجموعات. ويخطط الهلال إلى دعم صفوفه بعناصر مميزة في التسجيلات المقبلة تأهبا لتحديات البطولة الإفريقية. أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عن تكلفه بصيانة أو تكفله بصيانة استاد الخرطوم الدولي والهلال والمريخ وملاعب بولايات السودان المختلفة. جاء ذلك لدى لقاء رئيس اتحاد كرة القدم السوداني كمال شداد. وتأتي الخطوة بعد تحذيرات من الكاف والفيفا بحرمان الأندية والمنتخبات السودانية من اللعب بأرضها حال لم يتم إجراء معالجات في الفترة المقبلة. ومهل السودان حتى يناير المقبل لإجراء المطلوبات في الملاعب المختلفة. وفي ذات السياق، أمن مجلس السيادة ممثلا في رئيسه عبد الفتاح البرهان على دفع راتب مدرب منتخب السودان الجديد بجانب دعم اتحاد الكرة بثلاث سيارات. مشاهدينا الكرام، ختام هذه الجولة من السودان هذا المساء نذكر بالعناوين. أنباء عن إحراز تقدم في مفاوضات السلام بجوبا ومسار الوسط يسلم رؤيته للوساطة خلال الساعات القادمة. المؤتمر الشعبي يعلن عدم مشاركتهم كحزب في مسيرة بعد غد السبت. الملتقى التشاوري لنساء دارفور يوصي بتفكيك الميليشيات المسلحة وإعادة بناء الجيش والأمن. مشاهدينا الكرام، انتهى هذا العرض من السودان هذا المساء. نشكر لكم حسن المتابعة، وللمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على الانترنت الشروق.net. تقبلوا تحياتي والفريق العام، إلى اللقاء.